عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير واحوالكم بخير وعلى خير. كي دايرين مع الصيام؟ كي دايرين مع العائله؟ كي دايرين مع الحباب؟ تجمعتوا معهم ولا مازال؟ حنا الصراحه اليوم فرحانين انا ومجلي الحمد لله، عارضين على احبابنا وناسنا، كاين شيخي، كاين لوستي، كاين اختي، كاينين ولاد عمته، كاين ولد خالته، تبارك الله اليوم كاينين عندنا العائله مجموعين كاملين ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم رمضان ديال اللمه، وكما كتشوفوا بزاف اللي كيعجبهم الحال نعم نديب المناسبه نشاركها معاهم. كيقولوا لي كيعجبونا التاويل، كيعجبونا الديكورات، كيعجبونا داكشي على حقه وطريقه. صراحه انا من عادتي هكا نعرض على اي واحد كيعجبني انني نكبر بيه ونبين ليه انني درت على قبله شي حاجه وجدت عليه. هذا انا من طبعي هكا كيعجبني اي واحد نكبر بيه. فاليوم ان شاء الله باذن الله غتشوفوا معايا كيفاش غدوز هاد اللمه هادي وهاد الفطور هذا. طبيعه الحال غادي نبارطاجي معكم الصغيره والكبيره ونخلي الكلمه لاحمد. المهم مرحبا بحبابنا اللي جاو يفطروا معنا، وندوزوا ان شاء الله اليوم واحد الفطور يكون زوين وناشطين وفرحانين كلنا. مرحبا بالعائله ديالنا ومرحبا بالناس اللي غيكونوا عندنا اليوم، وغنبارطاجيو معكم هذا الشيء. وخاصنا نوريو ليهم لاله ملوكه بزاف اللي لابسه. الصحيه تتنقض. اي لابسه بحال ماماها، لابسه بحالي يا اختي ما شاء الله. الزيونات تبوكات اح الله، دابا تشوفوا تسلمات هي لابسه بحالنا انتم معانا.
بالصحه فطوركم وبصحتنا حتى حنا فطورنا الصباحه فطحنا كل شيء جديد كل شيء زوين حماقوا بعدا على البريوات على البسطيله على السيجار كل شيء حماقوا عليه بصحتهم وراحتهم ودابا هذه قهوه ديال منير وديال الحاج خالتي زبيده كي جاك لابيسين لا زوين هاكي داك يا نعوم اويلي كاين البرد قالها والله نعوم نعوم هكا الا كاين البرد كاين البرد بزاف ان شاء الله سندير لكم البنات جوله في لابيسين تشوفوا شنو درت فيه جديد دابا بغيتكم ها واحد شويه منه التليفون ها الهام زوين زوين الجو هنايا غزال بصراحه الهام مرت عمر اما مرت منير اهلا الله يتوال لا 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 ماشي هذه مرت منير مرت عمر هي ماجده مسخون لا عندك سلمى مسخون زوين وين والمهم البنات كما شفتوا الاجواء صراحه دازت واحد الامسيه غزاله واحد الفطور ما نقولش لكم تونسنا مع بعضياتنا ضحكنا نشطنا فطرنا صراحه دازت واحد الفطور اللي هو زوين واحد اللمه اللي حنا مولفينها في رمضان ديال نفطر عندك تفطري عندي نعرض عليك تعرضي عليا فاليوم تبارك الله ما شاء الله كانت العائله تقريبا ديال حمد كامله ولد خالته هو وماجده مرتو كان منير ومراته اللي هو ولد عمته كانت عمته كان الحاج كانت لوستي كان كل شيء كانت الهام اختي صراحه عجبنا الحال دوزناها زوينه داز النشاط ضحكنا مع بعضياتنا واخا صراحه شويه كرفصونا الوليدات خصوصا جنة تقريبا من تزادت ما عمرها خرجات زعما شي خرجه خرجتها وشافت الناس وزعما شافت الناس بزاف ولا شي حاجه ما مولفاش عرفتي فريمون البنات فاش شافت الناس عرفتي ما بغاتش تسكت ليا نهائيا بقات تبكي بكي بكي عاد شديتها ونعسناها انا وحمد بشويه بشويه المهم داك الفطور ما عرفنا مين داز جميله وخديجه عندي لتحت كيتفرجوا في المكتوب سمعوا صراحه مسلسل في المستوى مسلسل خطير عجبني انا براسي دابا حتى كينعس كل شيء كنطلع لبيتي وكندير كونيكسيون كندير يوتيوب كندخل كنكتب المكتوب كنتفرج فيه كيعجبني بزاف متبعاه بزاف وباقي ان شاء الله جايين فيديوهات زوينين باقيين جايين بزاف ديال الحوايج اللي انا باغا نبارطاجيهم معكم ان شاء الله جايه حلقه من الحلقات ديال سلسله ديال رمضان اللي هي شهيوه اسماء بيوتي جايين واحد لي فيديو واعرين انا صراحه قلت من الاحسن ما نحطهمش لكم دابا حيت الاغلبيه فيهم حتى الحلاوي ديال العيد يعني قلت انا نخلي ان شاء الله حتى ديك 10 ايام الاخرى ونحط لكم ديال الفيديوهات ديال البرنامج اللي خاصين بالباتيسري الصابلي اللوز داكشي كامل باش ان شاء الله نجيبو لكم مع العواشر باش تستافدوا وديروا نتوما شي بلاطو فاعل تاعك لوليداتكم باذن الله كاين ان شاء الله واحد الفيديو اخر اللي غيتلونص ان شاء الله هاد لا سيمين هادي يمكن الاخر ديال هاد السيمانه حتى هو من البرنامج اللي فيه داكشي يا سلام والصراحة بقات بلاصت ميمتي الله يحفظها ليا بقات بلاصتها كبيرة بقات بلاصت حماتي حتى هي بقات بلاصت رضوان راجل الهام اختي كان عيان وباقي عيان الله يشافيه نخليكم هنا نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو هذا بالتقاليد ديالو باللمسه المغربيه ديالنا بالثقافه ديالنا لهلا يخطي علينا الحباب لهلا يخطي علينا اللمه بالجليسات اتاي بكل شيء نتمنى انهم يكونوا لي فيديو كيعجبوكم الا عجبوكم ما تنساوش لي لايك فيديو جديد ان شاء الله تهلاو في عيوسكم باي باي عليكم باش نتفرج في المكتوب